الصيف هب على الندامة، نسيم الوصل هب على الندامة، هو ما شرب المدامة، ولما شاهد الساقي تجلى فأيقظ في الدجامة كان ناما، وناداهم عبادي لا تناموا، ينال الوصل من هجر المنام، ينال الوصل من سهر الليالي على الأقدام أنحله القيامة، فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام، سوى نظر الجليل وذا مناهم، وهذا مقصد القوم الكرام، وللمختار مع آل وصحب صلاة الله بدءا واختتاما.